السلام عليكم. اليوم نروح للبلدية تاع ستعوالي لنقف على المشروع تاع المستشفى الجامعي الجديد الذي تم برمجته في 2011، وكان راح تنطلق الأشغال به في 2014، ولكن بسبب الأزمة المالية أو الذائقة المالية التي عرفتها الجزائر في 2014، والتي أدت إلى تأجيل تقريب كل المشاريع اللي كانت مبرمجة في تلك الفترة. إذن ومنها عدة ملاعب ومستشفيات، كان في ذاك الوقت مبرمج 4 مستشفيات جامعية ب700 سرير في كل من الشمال والغرب والشرق وجنوب الوطن. كان فيه برمجة تخص 4 مستشفيات كما قلت بحجم كبير، 700 سرير. وكان مستشفى هذا تاع سطاوالي كانت انطلقت فيه الأشغال، لكن بسبب الأزمة المالية نتاع 2014، بسبب انخفاض أسعار البترول في تلك الفترة وكذلك أسعار الغاز، لأن احنا عندنا البترول والغاز يعني ان اندكساسيون دي بري دو غاز سور لو بري دو بترول، إذا إذا حبط البترول يحبط الغاز، إذا كان فيه تأثير على الميزانية نتاع التجهيز نتاع الجزائر في تلك الفترة. وتم تأجيل المشروع هذا إلى السنوات القليلة الماضية، حوالي 2 أو 3 سنوات تم عودة المشروع هذا إلى الواجهة وإلى الأخال وانطلقت الأشغال به. وكان في ذلك الوقت المشروع كان يعني كانت شركة تركية هي اللي كانت قايمة بالمشروع، شركة أطلس التركية هي اللي كانت قايمة بالمشروع. الآن المشروع تم إعطاؤه إلى شركة صينية، الشركة الصينية هي التي الآن تقوم بالمشروع. والآن عندنا صور جديدة، أنت ما حبيتش نتكلم عن الموضوع هذا لأنه ما عنديش صور جوجل إيرث جديدة، وكذلك حاولت عدة مرات يعني في العامين الماضيين الوصول إلى الورشة تاع الأشغال، لكن ما قدرتش نلحق للورشة، ما خلونيش ندخل، وكانت البداية تاع الأشغال تاع الشركة الصينية. إذا الآن عندنا صور من جوجل إيرث، صور جديدة تعود إلى أقل من شهر أو شهرين، شهر على قدر الحال. إذا هذا الصور الجديدة تظهر هنا أنه المشروع هذا مكتوب 700 سرير هنا، وهنا نشوف نلاحظ أنه الأساسات نتاع المستشفى هذا الجامع الجديد راهي قطعت أشواط غير يعني لا بأس بها في مدة الإنجاز هنا. وأنا نلاحظ القاعدة نتاع السنترال المركزية نتاع إنتاج الخرسانة سنترال بيتون هنا، وكذلك نشوف محطة الحياة لا باز في تاع العمال هنا وهنا كذلك. ونلاحظ أنه المستشفى هذا في المنطقة هذه بدأ ياخذ الشكل ديالو يعني من ناحية المساحة المخصصة للبناء لا سيرفاس او سول ولا لومبريز دو بروجي. إذا نشوف فيه عمل تم إنجازه في العامين هذو فيما يخص إذا المستشفى الجامعي الجديد نتاع اسطوالي ذات 700 سرير. وكاين بعض تقارير تقول أن المستشفى هذا هو مستشفى مختلط إذن عسكري ومدني، يعني مستشفى مختلط بسعة 520 سرير. إذا فيه تضارب في المعلومات. على أي حال المشروع هذا حقيقي وراه موجود وراه قيد الأشغال بحكم أن الصورة تاع جوجل إيرث هي تتكلم فيه أشغال. وكذلك فيه حتى أشغال أخرى، هنا نشاهد مدخل جديد يتم إنشاؤه هنا في المنطقة هذه،
عندنا جسر هنا، تم إنشاء الجسر هذا وازدواجية الجسر، كلها كان جسر صغير هنا، تم ازدواجية الجسر هذا وإنشاء مدخل للمستشفى من هذه الجهة. إذا عندنا السيارات تروح هكذا وتعاود تروح عند الجسر وتلحق هنا، هنا عندنا المدخل تاع المستشفى. إذا فيه هذا المدخل وفيه مدخل من هذه الجهة كذلك، تقدر السيارة تجي منا وتعاود تدخل من هنا تجي هكذا وتدخل من هنا مباشرة باتجاه المستشفى. إذا فيه أشغال كثيرة راهي حول المستشفى، وهنا نشوف فيه أشغال كثيرة هنا كذلك انت ازدواجية الطرقات، هنا كلها هذه ازدواجية تاع الطرقات راهي حول المستشفى. هنايا لاحظنا منطقة المستشفى هذا، ونزيد نأكد الطرقات راهي يعني باسكو علاش، لاخاطرش في الاول عندما انطلق المشروع الناس قالت تقول هذه منطقة معزولة وما فيهاش ما كاش طرق مؤدية الى المستشفى. اذا الان فيه اشغال كثيرة راهي صايرة للولوج الى هذا المستشفى، ولربما يكون فيه في المستقبل تكون فيه توسيعة للمستشفى ولا تكون فيه ملحقات جديدة. إذن العملية راهي سايرة بجدية، وهنا لاحظ أنه فيه أشغال كذلك، ما على بالناش هذه الأشغال هنا وش هي المحتوى تاعها. على كل حال المشروع نتاع المستشفى راه قطع أشواط وراه انطلق وخرج من الأرض. احنا كيف تخرج المشروع هنا في الهندسة المدنية، في الأشغال العمومية، في الميدان هذا، عندما المشروع يخرج من الأرض خلاص كيف تخرج من الغرقة، من الأرض يعني المستويات نتاع الأرضية تنتهي الأشغال منها، يعني لي زانفراستركتور سكون ابل لي زانفراستركتور. عندما ننتهي من لي زانفراستركتور تبقى لا ستركتور سوبيريور، ما خلاص الخدمة خلصت. إذا إن شاء الله تكون الأشغال تعم يعني تكتمل، وكذلك إن شاء الله البرنامج، لأن فيه البرنامج الأصلي نتاع 4 مستشفيات في كل جهة الوطن، إن شاء الله تكون المستشفيات الأخرى تبع. على كل حال على بالنا باللي المستشفى تاع الجنوب انطلق في ولاية إذن ورقلة، احنا على بالنا به مشروع تاع 500 سرير في ولاية ورقلة، هذاك المشروع كذلك تم الانطلاق نتاعو، اختيار الأرضية وكذا، وداروا لا باساسيون نتاع لو مارشي، مدوه لشركة كوسيدار، ومن على بالنا بالمشروع هذا. لكن تكون فيه تقرير آخر إن شاء الله في المستقبل عن مشروع نتاع ورقلة. يبقى المشروع نتاع الجهة الغربية والمشروع تاع الجهة الشرقية مازال لم يحدد بعد. على كل حال هذه خبر صار، كثير من الناس كانوا يعني يسألوني عن المشروع هذا. الآن أنا عندي الصور، ما كانتش عندي الصور، الآن كي عندي الصور يعني نلاحظ هنا نشوف يعني لا ستركتور نتاع لاباتيس، ونزيد نشوف هذه معلومة نقدر نزيدها لكم، هي طول يعني لونفيرغور دو باتيمون، فهذه تعطينا فكرة عن حجم المشروع. إذا هنا يعني لاباتيس لو باتيمون يعني نتاع يعني لو كور نتاع المستشفى، هو الطول ديالو 300 متر، يعني 300 متر، والعرض نتاعو نزيد نقيسو العرض هو 150 متر. إذا 150 على 300 هذا حجم كبير ما شاء الله، باتيس فيها 300 متر، شيء مليح. إذا نخليكم تشوفوا الصورة، تعطيكم صورة عن الأشغال، وكذلك المجسم لو روندي تاع المشروع هذا، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.